يقول: أتيت من اليمن بعمرة في رمضان وأردت البقاء إلى الحج إما في مكة أو في جدة. نعم. أتيت من اليمن بعمرة في رمضان. نعم. وأردت البقاء إلى الحج إما في مكة أو في جدة، فهل علي عمرة للحج أم أحج مفردا؟ إذ جاء الحج والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فماذا توجهوننا بارك الله فيكم؟ العمرة التي في رمضان أو قبل رمضان هذه لا تدخل في الحج ولا في التمتع، لا يكون قارنا أو متمتعا إلا من أحرم بالعمرة والحج في أشهر الحج، في أشهر الحج. فإذا كنت تريد التمتع أو القران فأحرم بهما في أشهر الحج. نعم.